ارتفاع على درجات الحرارة يوم الجمعة ليكون الطقس معتدل نهارا بأغلب المناطق وعودة انخفاض درجات الحرارة يوم السبت، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. كل عام وأنتم بألف خير. يصادف يوم الجمعة 23 سبتمبر أول أيام فصل الخريف فلكيا، لتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا خلال فصل الخريف، وتبدأ التقلبات الجوية خلال هذا الفصل. أما فيما يخص عطلة نهاية الأسبوع فهنالك ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، كما نشاهد هنا هنالك ارتفاع على درجات الحرارة يوم الجمعة على معظم مناطق المملكة، لتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، قد تكون حارة نسبيا في مناطق البحر الميت والعقبة. أما يوم السبت فتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض قليلا، لتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق في ساعات النهار. أما في ساعات الليل فتبدأ درجات الحرارة لتكون أو تميل للبرودة في معظم المناطق، وينصح بارتداء ملابس أكثر دفئا مع ساعات الليل المتأخر، وأيضا في ساعات صباح يوم الأحد وتحديدا لطلاب المدارس. أما في هذه الليلة في العاصمة عمان أجواء صافية، سرعة الرياح تصل إلى 10 كيلومترات بالساعة، ودرجة الحرارة تصل إلى 17 درجة مئوية. أما في ثلاثة أيام القادمة أيضا في العاصمة عمان، يوم الجمعة 27 ارتفاع بسيط على درجات الحرارة، يوم السبت انخفاض على درجات الحرارة لتكون 24 نهارا، ويوم الأحد 25. أما ليلا درجات الحرارة 17 في يوم الجمعة، يوم السبت تنخفض درجات الحرارة الليلية لتكون 15 درجة، يوم الأحد تكون 18 درجة مئوية. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد. 30 إلى 20 في إربد، المفرق 29 إلى 17، جرش 30 إلى 18، وفي عجلون 29 إلى 17 درجة مئوية. في عمان 27 إلى 17، في الزرقاء 29 إلى 19، في البلقاء 27 إلى 17، مادبة 27 إلى 17، وفي البحر الميت 35 نهارا و25 في ساعات الليل. كرك 28 إلى 18، طفيلة 26 إلى 17، جبال الشراس 24 إلى 15، في معان 29 إلى 18، وأخيرا في العقبة 38 إلى 26 درجة مئوية. في المناطق الشرقية رويش 32 إلى 20، الصفاوي 31 إلى 17، وأخيرا في الأزرق 32 إلى 19 درجة مئوية. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. نشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.